السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نتعلم إزاي نقدر نعمل روتيت في ال 2D. طيب هنيجي في الفرونت بلان وأقول له سكتش، وهبدأ أرسم ريكتانجل كورنر ريكتانجل مثلا كده أهو، تمام. وهاجي من هنا تحت قائمة موف، فتحتها هلاقي فيها روتيت انتيتيز، بدوس على روتيت هيقول لي انتيتيز تو روتيت، انت عايز تعمل روتيت لايه بالظبط؟ هقول له انا عايز اعمل روتيت للاربع اضلاع دول، وهقول له ان السنتر اوف روتيشن ان هو هيتحرك او هيتعمل له روتيشن اباوت البوينت دي، تمام، زاوية قدرها 45 درجة. اقول له 45 وانتر من الكيبورد، كده هيعمل لي ايه؟ روتيشن 45 درجة، تمام. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة هقول له مثلا انا هعمل روتيت للريكتانجل كورنر ريكتانجل المنظر ده هنا كده، وحطيت له ريليشن هنا ان هو يكون بدايته عند الاوريجين، وجيت قلت له بعد كده من هنا روتيت، وقلت له ده كده، وهقول له سنتر اوف روتيشن ان البوينت دي هي السنتر، روتيت 10 درجات، هيتحرك عادي. ليه هيتحرك عادي؟ هيتحرك عادي لان انا هنا خلاص هو كده كده موجود على الاوريجين، ما راحش في حته تانية، وكمان الكيب ريليشنز متعلم عليها بحيث ان الريكتانجل عندي يبقى قائم او الريليشن دي موجوده فيها، ما فيهوش اي مشكله فيها، تمام. يبقى ده كده انا اقدر اعمل روتيشن اباوت اي سنتر بوينت عندي، بحدد السنتر بوينت وبحدد الشكل وبعمل روتيشن بزاويه معينه. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال لا استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك لنا دروس عربك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.